لكن فكره حتى انه لعيبه حتى السيزون لو كان خلصان وارد جدا، وانديه كانت تقول لك انا بحضر او بستعد او المشكله في النقطه دي بالذات، يعني احنا ما بنحسبهاش هنا احترافيه على قد ما الناس بره بتحسبها احترافيه. يعني الانديه اللي انت حضرتك اتكلمت على الاسماء كلها، النجوم اللي هي المفروض انها تمثل او طلبت بالاسم زي محمد صلاح، حمدي فتحي، ومصطفى محمد، غيرهم، كل دي لعيبه محترفه، الانديه بتحسبها احترافيه بحته، مصلحته مصلحته هو كنادي بيحسبها اللعيب ده في توقيت البطوله نفسه، توقيت اللي هو يا اما ببدا فتره اعداد يا اما في الراحه بتاعت اللعيب بتاعي، فما اقدرش انا اجازف باللعيب بتاعي لان اللعيب ده مقدر باسهم في البورصه باسم النادي، بيجيب لي كذا، مصرح ان انا مثلا هاخده في الموسم ده، هيلعب لي معدل ماتشات قد ايه، هيجيب لي نتائج قد ايه، كل دي محسوبه. لكن احنا عندنا زي ما احنا لسه بنتكلم في بدايه الحلقه اهو، بنقول دلوقتي الدوري بتاعنا لسه ما كملش. طيب نيجي بقى نتكلم في حته بقى الوطنيه، اصل النادي الفلاني مش وطني، النادي العلاني ده لا وطني، لا ده ممكن ناخد منه واحد، ما ناخدش منه اثنين. التداخل في والتضارب في المواعيد بتاعه المصالح اللي بتتحكم في الكوره في مصر عامه او في الالعاب الرياضيه، ما فيش تنظيم، كله داخل في بعض.